خذ ولا عمرك. حاملة مناديل ورقية وسائر بين المتظاهرين، لهفة لا تغادر عينيها وشغف لا يفارق تعابير وجهها. والله العظيم أشرف من هواي عالم. سيدة عراقية تشارك بما تقدر عليه في ثورة العراقيين، فتشعل ثورة بحد ذاتها. يقول عراقيون إن هذه السيدة كانت تعيش على بيع المناديل، وآثرت اليوم توزيع رأس مالها على أبنائها العراقيين. غيرة، قال آخرون إنها أعادت زمن الماجدات العراقيات للحياة بعد نحو 16 عاما من مساعي دفنها على يد أحزاب وميليشيات تقاد وتوجه من إيران. إيران بمشروعها الفارسي وسنوات من تغييب أصالة العراق عبر ميليشيات وأحزاب، كسر اليوم بمشهد فزعة امرأة عربية أصيلة. هذه السيدة وبعمرها وسعيها وراء المتظاهرين في ساحة التحرير وسط بغداد، دفعت بالعراقيين على وسائل التواصل لطرح العديد من التساؤلات، بداية من وجوب إعادة العراق العربي، إلى أخذ الدروس ممن يخاطر بنفسه ويضحي بماله للذود عن دماء العراقيين، على نقيض تلك العصابات المسماة تارة قوات حكومة بغداد وتارة أخرى ميليشيا الحشد. فأثبت كلا المسميين مدى رخص الدم العراقي لتلك الميليشيات والأحزاب المنتمية لطهران وسليماني. غير أن مشاهد السيدة التي أثرت بقلوب العراقيين طرحت تساؤلات أخرى حول ذاك الشباب الذي ما زال قابعا في بيته راضيا بالنظام الحالي وفساده. أما هذه العفوية والمسارعة لتقديم المساعدة للمصابين فدفعت بناشطين لسؤال شريحة ما زالت خاضعة لتأثير الخطاب الطائفي الفارسي، هل هذه العراقية مندسة؟ وهل باتت الغيرة على ثروات العراق المنهوبة جريمة، والمطالبة بعزة النفس وعودة العراق العربي وأصالته خيانة؟ لكن وبعد أن أدرك الجميع حقيقة ما يجري، هل وصل الأمر بأذرع إيران من أحزاب وميليشيات لإقناع العراقيين أن من قتل وجرح المئات في بغداد ومحافظات ميسان وذيقار والنجف والحلة والسماوة هم عراقيون أصلاً؟